السلام عليكم وأهلا بكم. بنكمل مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر سنة رابعة ابتدائي الترم الأول 2025. خدنا الوحدة الأولى بالكامل شرح وحل التدريبات، والنهاردة بناخد امتحانات على الوحدة الأولى. هناخد تيست يور سكيلز، اختبر مهاراتك، وامتحانين على الوحدة وامتحانين الأزهر. كل ده هتلاقوه في قائمة التشغيل في صندوق الوصف أسفل الفيديو، فيها حل الكتاب وشرحه بالترتيب، وكمان صفحة القناة هننزل عليها حل الكتاب. ونبدأ مع بعض. Unit 1 I feel good. Page 44 صفحة 44. My speaking هنا بيقيس مهارة التحدث. Read and complete the dialogue. اقرأ وأكمل الديالوج with the words in the box بالكلمات اللي في الصندوق. هنا country، country ممكن تبقى بمعنى دولة. Raise يعني يربي. Crops محاصيل. Grow يزرع. Drink يعني يشرب. ألا ومام. مام Which food comes from our country؟ أنه طعام بيجي من دولتنا؟ يبقى البنت بتسأل أمها. We grow a lot of، إحنا بنزرع الكثير من، a lot of crops، الكثير من المحاصيل. In our country، في دولتنا. I think we grow rice in Egypt، أعتقد إن إحنا بنزرع الرز في مصر. Yes، that's right، ده صح. We grow tomatoes، بنزرع الطماطم. And onions والبصل. تو أيضا. What else وإيه تاني؟ We also raise إحنا أيضا بنربي chickens الدجاج in Egypt في مصر. Language اللغة. Put the words in the correct order، حط الكلمة أو الكلمات المفروض in the correct order في الترتيب الصحيح. To make sentences عشان تكون جمل. أنا بيقول لي we، يبقى we grow many crops in Egypt، بنزرع الكثير من المحاصيل في مصر. We grow many crops in Egypt. دمياط is a very beautiful governorate، هي محافظة جميلة جدا. دمياط is a very beautiful governorate. My favorite fruits are bananas، فواكه المفضلة الموز. My favorite fruits are bananas. My writing الكتابة. Write an email اكتب ايميل. اول ما تلاقي اكتب ايميل لازم نطلع مجموعة من البيانات المهمة. اكتب ايميل of about 24 words من حوالي 24 كلمة about Egyptian food، يبقى الموضوع Egyptian food. فهنا بيقول لي to from subject، subject الموضوع، هكتب هنا Egyptian food الطعام المصري. Egyptian food بكتب هنا عنوان الموضوع. To your friend ياسر لصديقك ياسر، اسم المرسل إليه ياسر، أكتب هنا هاي ياسر، أهلا يا ياسر. Your name is حاتم، اسم الراسل حاتم، هكتب هنا مثلا love أو yours حاتم. ثم بعد كده your email address عنوانك اللي هتبعت منه حاتم at gmail.com، يبقى from حاتم at gmail.com. your friend's email ايميل صديقك، هنا اللي هتبعت منه وهنا اللي هتبعت له، يبقى هنا ياسر at gmail.com. يبقى to عنوان المرسل اليه، from عنوان الرسل، subject الموضوع، هاي اسم المرسل اليه. هكتب مقدمة how are you، طبعا مقدمة ليها كذا شكل ممكن تتكتب بيه، ده informal email، email غير رسمي. how are you كيف حالك، I hope أتمنى، you are well أن تكون بخير، I am happy to send you
this email. أنا فرحان إن أنا ببعت لك هذا الإيميل أو أنا سعيد. To tell you about عشان أقول لك عن إيه. هنا قال لي Egyptian food، فهكتب هنا كلمة Egyptian food عشان المكان بس. ونكتب جملتين عن الطعام المصري، مثلا بتحب إيه، بتاكل إيه، بيزرعوا إيه الفلاحين وهكذا. يبقى دي المقدمة أهي بتتحفظ، وهنا بتكتب الموضوع وشرح، ثم الخاتمة. نكتب هنا الخاتمة على طول عشان المكان. سي يو سون، أراك قريبا، مثلا رايت مي باك، اكتب لي، وهكذا. دي فكرة الإيميل. تو عنوان المرسل إيه، فروم عنوان الرسل، سبجكت الموضوع، هاي اسم المرسل إيه، مقدمة بكون حافظها، موضوع بتكلم عنه جملتين أو ثلاثة، ثم خاتمة، ثم اسم الرسل. أوكي، الموضوع اكتبه. هنا بروجكت مشروع، ده نشاط، ميك ا بوستر اباوت ايجيبشن فود، اعمل ملصق عن الطعام المصري، ده نشاط نعمله كده صوره كده فيها اهم الاطعمه المصريه ونلونوها. بيج 46 صفحه 46. تيست 1 اون يونت 1، الامتحان الاول على الوحده الاولى، امتحانات مهمه جدا. السؤال الاول، listen and circle the correct answer from A B C O D، استمع وضع دائره حول الاجابه الصحيحه من A B C O D، من الاربع اختيارات. هسمع واختار. The land in دمياط governorate is rich in nutrients. It is good for growing crops. Farmers grow rice, potatoes and wheat. Fishermen catch thousands of fish. In دمياط there are goats, cows and sheep. ده بالنسبة للسؤال الأول. بسمع واحط دائره. الارض في محافظه دمياط، الارض في محافظه دمياط غنيه بالعناصر الغذائيه، الارض صالحه لزراعه المحاصيل، الصيادين بيصطادوا الاف الاسماك في دمياط، في ماعز وبقر وخراف. السؤال الثاني هو اختياري على كلمات المنهج. Our house is so old، يعني بيتنا قديم جدا. We need to not it، محتاجين ايه؟ ريبنت، نعيد طلاقه، نبيضه يعني تاني. ويوز نقط تو ميك شوجر، بنستخدم ايه عشان نعمل السكر؟ هتبقى شوجر كين، قصب السكر. لانشز نقط، مام ميد سام سبيشال فود فور اس. لانشز ريدي يعني الطعام او الغدا جاهز، الام عملت بعض الطعام المميز لينا. اي لايك تشوكليت، انا بحب الشوكولاته، بات اتس ان هيلثي، هي غير صحيه. هنا ريد اند كومبليت، السؤال التالت اقرا واكمل ذا تكست، النص ويز ذا ووردز ان ذا بوكس، بالكلمات. براكتس يتدرب، ميك يصنع، وليها معاني كتير. فوتبول كرة قدم، كولا الكولا، شراب الكولا، بلاي يلعب. I am in a wheelchair basketball team، أنا في فريق كرة السلة للكراسي المتحركة at school في المدرسة. We نقط 3 times every week، we practice، إحنا بنتدرب 3 مرات كل أسبوع. I drink نقط، I drink كولا، أنا بشرب الكولا. But I want to drink more water، ولكن أريد أن أشرب المزيد من الماء. I don't not video games، I don't play، لا ألعب ألعاب الفيديو. Because I am very busy، لأني مزدحم أو مشغول. هنا busy هنا بمعنى مشغول، لو جت مكان يبقى مكان مزدحم، شخص مشغول. I play basketball، أنا بلعب كرة سلة. And I play هتبقى football، كرة قدم. بلعب كرة سلة وبلعب كرة قدم in the park، في الحديقة. السؤال الرابع قطع عليه أسئلة، نقرأ القطعة ونترجمها ونحل الأسئلة. Read the text، اقرأ النص، and answer the questions، وأجب على الأسئلة. I am Dina، أنا دينا. I am healthy، أنا صحية. I do a lot of sports at the club، بقوم بالكثير من الألعاب الرياضية في النادي. I practice tennis 4 times a week، بتدرب تنس لمدة 4 مرات في الأسبوع، أو عدد 4 مرات في الأسبوع. I don't like cola، ما بحبش الكولا. It is unhealthy، هي غير صحية. I don't eat candy، ما باكلش الحلوى. But I like fruit، بس بحب الفاكهة. My favorite fruits are bananas، فواكهي المفضلة الموز. And watermelon، والبطيخ. My mom makes an awesome banana milkshake، أمي بتعمل لبن أو موز باللبن جميل جدا أو رائع جدا. هنا awesome هيسألني في معناها أو عكسها، مكتوب خط سميك وتحتيها خط. بيج 47 صفحة 47. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. أسئلة على القطعة. Dina does a lot of not at the club، يبقى sports، بتقوم بالكثير من الألعاب الرياضية في النادي. The underline word awesome means، هنا awesome يعني رائع، تبقى wonderful عايز معناها بمعنى رائع أو جميل.
summarize the text in one sentence، لخص النص في جملة واحدة. احنا اتكلمنا عن دينا وان هي بتعيش حياة صحية، يبقى دينا مثلا lives a healthy life. اي تلخيص يناسب القطع صح. What are Dina's favorite fruits؟ ايه فواكه دينا المفضلة؟ بناناس، الموز. And watermelon، والبطيخ. السؤال الخامس صحح. Read، اقرأ. And write the correct form، واكتب الصيغة الصحيحة of the words، للكلمات. Between brackets، بين الأقواس. I like oranges، بحب البرتقال. Apples، التفاح. والموز، ما قولش بط ولكن، تبقى and يعني و. I want to eat pizza، أنا عايز أكل بيتزا. Or it isn't healthy، أو هي صحيحة، لأ بط ولكن، عايز أعمل حاجة بس هي مش صح، يبقى دي تعبر عن التناقض، يبقى بط للتناقض. And interrupt، my mom، dad are teachers، هتبقى my mom and dad، أمي وأبويا مدرسين، الاتنين بيشتغلوا نفس المهنة، يبقى and. محمد wants to climb a mountain، محمد عايز يتسلق جبل، عايز أقول ولكن الموضوع مش سهل، يبقى بط. بط ولكن تعبر عن التناقض، يبقى بط عايز يعمل حاجة بس مش قادر، أو عايز يعمل حاجة بس الحاجة دي إيه غلط، لكن كلمة and تعبر عن إيه الترابط، إن أنا بربط حاجة بحاجة، هو بيحب كذا وكذا أو بيعمل كذا وكذا. السؤال السادس بانكت ويز ذا فولونج، أعد تقييم الآتي. I think we grow rice in Egypt، أعتقد إن إحنا بنزرع الرز في مصر. هنا الآي كابيتال، طب ودي جملة بدأ بضمير يبقى فول ستوب، وهنا ايجيبت الاي كابيتال خلاص، اسماء الدول كابيتال، هو عاملها لك كابيتال خلاص، يبقى عايز مني حاجتين، الاي كابيتال وفول ستوب، على كل حاجة نص درجة. السؤال السابع اكتب بايوجراف من 18 كلمة باستخدام العناصر الارشادية. being healthy، كونك او ان تكون بصحة جيدة، كتبنا العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص. هنا جيب لي exercise يتدرب، fruit and vegetables يعني فاكهة وخضروات. هسيب مسافة في أول سطر واستخدم الكلمات دي واحطها في جمل. ممكن أقول to be healthy، to be healthy، لكي تكون بصحة جيدة. you should exercise، you should exercise ينبغي يعني أن تتدرب. هنا you should eat ينبغي يعني أن تأكل، هنقوله مثلا fresh fruit and vegetables، خضروات وفاكهة طازجة. you should drink ينبغي يعني أن تشرب، مثلا ممكن نقول ينبغي أن تشرب plenty of water، كمية أو وفرة من المية. you shouldn't eat لا ينبغي أن تأكل. a lot of chocolate الكثير من الشوكولاتة، يبقى لي فكرة الباراجراف العنوان في نص السطر من علامات تنصيص، أسيب مسافة في الحرف الأول كابيتال في نهاية كل جملة فول ستوب. page 48 صفحة 48 test 2 الامتحان الثاني on unit 1 على الوحدة الأولى. listen and circle the correct answer، استمع وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. from A B C O D من الأربع اختيارات هنسمع ونختار. farmers are good for our country، they produce many things، they can grow onions and carrots، onions and carrots، they raise chickens، they raise chickens، there is healthy food in Egypt. ده بالنسبة للسؤال الأول. بسمع وحل، الفلاحون هم مفيدين لدولتنا، بيزرعوا البصل والجزر، بيربوا الدجاج، هم أو there is يوجد طعام صحي فين؟ في مصر. السؤال الثاني اختياري على اليونت. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. I like fruits، أحب الفواكه. like apples، مثل التفاح، هنا like بمعنى مثل. and bananas، والموز. farmers الفلاحون، grow tomatoes بيزرعوا الطماطم، ايه يا ترى اللي بيتزرع؟ and onions والبصل، بشوف اللي بيتزرع في الاربع اختيارات. an emperor الامبراطور،
is someone شخص ما who is like a الإمبراطور ده هو حاكم زي الكينج مثلا زي الملك طبعا كوين ملك لا برنسس أميرة لا طبعا دكتور طبعا لا he is not man he never lies لا يكذب يبقى honest أمين الأمين لا يكذب السؤال التالت أكمل القطع بالكلمات my house was old يعني بيتي قديم I wanted to make it أنا عايز أخليه إيه it نقط it beautiful عايز أخليه جميل I repented it أنا أعدت دهانه The new نقط were green and red The new colors الألوان الجديدة أخضر وأحمر My نقط helped me يبقى my friends أصدقائي ساعدوني My friends We were very happy كنا سعداء جدا السؤال الرابع قطع عليه أسئلة Read the text اقرأ النص and answer the questions وأجب على الأسئلة عمر is a young Egyptian boy عمر ولد مصري صغير السن He lives in a small village بيعيش في قرية صغيرة The village is famous for making delicious cheese القرية مشهورة بعمل الجبنة اللذيذة In his village في قريته Farmers grow rice الفلاحون بيزرعوا الرز Potatoes البطاطس And tomatoes والطماطم They grow some fruits بيزرعوا بعض الفواكه Like bananas زي الموز And grapes والعنب Two أيضا They also raise chickens أيضا بيربوا الدجاج And sell them وبيبيعوا To us to eat لينا عشان ناكله عمر زمان أم عمر makes delicious food بتعمل طعام لذيذ with rice بالرز potatoes البطاطس and chicken الدجاج life is good in the village الحياة جيدة في القرية page 49 صفحة 49 choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C or D من الأربع اختيارات the general idea of the text الفكرة الرئيسية للنص is about عمر's احنا اتكلمنا عن عمر's ايه village عن قرية عمر the opposite of the underlined word sell عكس كلمة sell يبيع باي يشتري answer اجب what do farmers raise الفلاحين يا ترى بيربوا ايه هو ألف القطع they raise chickens وعايز بيربوا ايه they raise chickens summarize the text in one sentence لخص النص في جملة واحدة هقول عمر lives in a village بيعيش في قرية دي الفكرة مثلا هنا السؤال الخامس أي تلخيص هيبقى صح في نطاق القطع صح السؤال الخامس صح I like playing tennis أنا بحب ألعب التنس ولكن لا أستطيع أن ألعبه بسرعة جيدة يبقى but ولكن تعبر عن التناقض but I can't play well I like vegetables أنا بحب الخضار هقول والفاكهة تبقى and fruit والفاكهة milk is healthy اللبن صحي كولا is unhealthy الكولا غير صحية يبقى but ولكن تعبر عن التناقض بقول حاجة صحية وحاجة غير صحية I want to relax أريد أن أسترخى أو أستريح وأنام في حجرة نومي يبقى and و السؤال السادس بنكتويت علامات ترقيم Egyptian farmers are clever الفلاحون المصريون مهرة هنا الإي كابيتال ودي جملة بدأ باسم يبقى في النهاية في الأسطوب يبقى دي جملة خبرية يبقى في النهاية في الأسطوب السؤال السابع والأخير في الامتحان الثاني على الوحدة اكتب باراجراف من 18 كلمة باستخدام العناصر الإرشادية الآتية أول حاجة نعملها نبص على العنوان Egyptian farmers Egyptian farmers الفلاحون المصريون هنكتب ايه العنوان في نص السطر Egyptian farmers العنوان بالعلامات تنصيص هسيب مسافة في اول سطر ممكن اقول ايه Egyptian farmers are very good For us هم مفيدين جدا لينا زي عايد على الفلاحون المصريون زي جرو رايس بيزرعوا الرز and vegetables والخضروات زي ريز بيربوا chickens الدجاج for us لينا to get
meat and eggs عشان نحصل على اللحمة والبيض. هقول I want مثلا to be a farmer، أريد أن أكون فلاح، وهكذا. بيج 50 صفحة 50 وامتحان لطلابنا طلاب الأزهر، نفس الفكرة مع اختلافات بسيطة. هنا الليسن برضو استماع بس أسئلة أقل بسؤال، نسمع ونحل. Chang was very good at growing things and looking after his garden. And looking after his garden. He bought the seeds in the soil and gave them water. But nothing happened. But nothing happened because the seeds were dead. ده بالنسبة للسؤال الأول. تشين كان جيد في زراعة الأشياء، حط البذور في التربة، البذور كانت ميتة. السؤال الثاني، محادثة ناقصة كلمات. داد وماجد، الأب وماجد. Which food comes from our country؟ الطعام اللي جاي من دولتنا. I think we grow rice in Egypt. أعتقد إن إحنا بنزرع الرز في مصر. Yes, that's right. What else؟ وإيه تاني؟ I think we raise chickens. أعتقد إن إحنا بنربي الدجاج in Egypt في مصر. السؤال اللي بعده قطع عليه أسئلة. هادي is 20 years old. هادي عنده 20 سنة. He lives in a village. بيعيش في قرية near the river in Egypt. بالقرب من النهر في مصر. There is a lot of food. يوجد الكثير من الطعام. That comes from Egypt. اللي بيجي من مصر. Farmers grow many fruits. يزرع الفلاحون الكثير من الفواكه. And vegetables والخضروات. There هناك. They grow onions. بيزرعوا البصل. Tomatoes. الطماطم. And rice والرز. Farmers grow apples. يزرع الفلاحون التفاح. And oranges والبرتقال. To أيضا. There are a lot of plants. يوجد الكثير من النباتات. Near the river. بالقرب من النهر. Farmers الفلاحون raise a lot of animals. بيربوا الكثير من الحيوانات. In Egypt في مصر. They raise chicken. بيربوا الدجاج. For us لينا. To eat عشان ناكله. And get fresh eggs. والحصول على البيض الطازج. They are very delicious. لذيذ جدا. السؤال الأول. Where does Hadi live? أين يعيش Hadi؟ هقول he عايد على Hadi. He lives. هو بيعيش. In a village. في قرية. Near the river. بالقرب من النهر. In Egypt. في مصر. What do farmers grow in Egypt? الفلاحون بيزرعوا ايه في مصر؟ لو رجعنا في القطعة هقول زي عايد على الفلاحون. They grow apples. بيزرعوا تفاح. And oranges. عايز تكمل؟ طبعا هو قال لي farmers grow many fruits and vegetables. بيزرعوا الكثير من الفواكه والخضروات. They grow onions, tomatoes and rice. Farmers grow apples and oranges too. كل ده يتكتب عادي في الإجابة. هو عايز اللي بيزرعوا الفلاحون عشان المكان طبعا هنا صغير. السؤال اللي بعده choose اختار. Farmers grow many nuts and vegetables in Egypt. Fruits. يزرع الفلاحون الكثير من الفواكه والخضروات في مصر. Farmers nuts chickens in Egypt. هتبقى ريز يربي الفلاحون الدجاج في مصر. We get nuts from chicken. بنحصل على ايه من الدجاج؟ eggs. البيت. Choose اختار. فاطمة is very clever. فاطمة شاطرة جدا وبتدرس دروسها بسرعة جيدة. يبقى and تعبر عن الربط. بتدرس وهي شاطرة خلاص. Farmers أو Egyptian farmers الفلاحون المصريون. Produce بينتجوا many vegetables الكثير من الخضروات. My mother likes tea. أمي بتحب الشاي. Not she doesn't like coffee. هتبقى but ولكن بتحب حاجة وما بتحبش التاني أحط but. تعبر عن التناقض على طول. The emperor الإمبراطور lives in a beautiful بلس بيعيش في قصر جميل. Good children never lie. الأطفال الجيدين لا يكذبون أبدا. هنا رتب. دمياطي cheese is delicious. نكتب بس الأرقام. دمياطي انت طبعا اكتبوا الجمل. cheese is delicious. الجبنة الدمياطي لذيذة. farmers الفلاحون raise بيربوا مثلا goats and cows أو cows and goats الماعز والبقر. the honest person does not lie. The honest person الشخص الأمين does not اللي هي doesn't lie لا يكذب. هنا Egyptian farmers الفلاحون المصريون produce بينتجوا many things الكثير من الأشياء. I am أنا أكون. I am playing أنا بلعب.
in a basketball team. I am playing in a basketball team. بلعب فريق كرة السلة. كده يبقى خلصنا امتحانات يونت 1. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.